صباح الخير، احنا النهاردة هنتكلم عن درس في المنطق من أهم الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، وهي الممثلة الاستقرائية الاحتمالية. أول حاجة احنا كنا سبق واتكلمنا عنها طبعا هي الممثلة الاستقرائية الاحتمالية، بتيجي في صورة أسئلة. بيجي أذكر مثلا الممثلة الاستقرائية الاحتمالية ايه المقصود بيها او ايه هو مفهومها، فبالتالي انت مطلوب منك انك انت تدي مثال، مش لازم المثال اللي هو المكتوب في كتاب المدرسة اللي هو بيتكلم عن سمك السلمون مثلا، وبيقول لك انك انت لو عايز انك انت تتعرف على نوع من الاسماك زي السلمون وانت ما كنتش دقته، فاحنا هنا اهو بنمثله بحاجة انت سبق ودقتها قبل كده زي سمك ايه البوري. هنا انت بتعمل عملية تشابه او تناظر بين امرين او اكثر، بس اهم حاجه او الهدف من المماثله دي هو انك انت بتشرح حاجه غير مالوفه عن طريق شيء تكون بالنسبه لك مالوف. طيب المماثله دايما حجه استقرائيه بنستخدمها احنا علشان خاطر نقدر نماثل بين شيئين لاستنتاج الشيئين دول اللي هما بيتماثلوا مع بعض في كل الجوانب. دي من الاسئله المهمه جدا في الامتحان. طيب هو ايه دور الاستدلال الاستقرائي التمثيلي في بناء العلم والاختراعات؟ دي برضو من الاسئله اللي دايما بتجيلنا في الامتحانات في المنطق. ليه؟ لان احنا بنقول او بنقدم الاستقراء التمثيلي وبنقول ان هو قدم لنا احنا في حياتنا كده كافراد عاديين في حياتنا اليوميه حلول كتيره قوي لكل مشاكلنا. التاريخ نفسه بيقول لنا كده، وعندنا المثال اللي هو بتاع أرخميدس لما جه حط قانون الإزاحة، ده كان نتيجة حدث هو تعرض له في حياته. الحدث ده كلنا قريناه سبق وقريناه في الكتاب، اللي هو الملك وقتها اللي كان موجود وطلب منه ان هو يصنع يعرف له اذا كان السايخ بتاعه غش ولا لا في صنع التاج بتاعه. وكانت النتيجة ان هو وهو موجود بيغتسل في حمام بتاعه كان اشبه بحوض الاستحمام اللي احنا عارفينه اللي هو البانيو دلوقتي، فملأ بالميه ولاحظ ان منسوب الميه اللي بيقع هو قد منسوب الشيء اللي بيتحط، بمعنى اصح ان هو الماء المزاح بيساوي حجم الجسم المغمور بيه. ومن هنا قدر يعرف او قدر يتيقن ان هو ممكن يقيس التاج بتاع الملك في الميه بحجم الذهب اللي المفروض ان هو اتصنع منه، والميه اللي هتقع من حجم الذهب هي المفروض هي حجم الميه اللي هتقع من حجم التاج. طيب احنا هنا بنلاحظ ان الاستدلال الاستقرائي التمثيلي بينطوي على شيئين مهمين جدا من السهل ان احنا كمان نكتشفهم، هو ان العلم دايما بيتناول خبرتين او حقيقتين منفصلتين وبيبقوا كمان متباعدتين، حلو كده اهوت، وبيحاولوا يكشفوا لنا اللي بينهم من تماثل وبيوصلونا لمفهوم جديد او لحل المشكله اصلا. طيب انا كمان هتكلم النهاردة عن الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث. احنا طبعا عارفين اصلا ان المنهج العلمي ده ليه معنيين عندنا، ورغم ان المنهج الاستقرائي في صورته الحديثة احنا بننسبه للانجليزي بيكون، الا ان كل الحضارات الشرقية القديمة وكذلك الحضارة اليونانية ساهمت في المنهج ده. هنلاقي ان بيكون كان عارف الحاجة لمنهج جديد او اداة جديدة اللي هو الأرجانون، وان هو عشان يقدر يحل محل الأرجانون القديم اللي حطه أرسطو، وبكده يكون بيكون ادانا شعار المعرفة قوة، لان هو قدم رؤية جديدة للأرجانون الجديد من خلال التمييز في منهجه بين الجانب السلبي والجانب الإيجابي. طيب هو ايه الجانب السلبي؟ احنا نقدر نقول ان الجانب السلبي هو هدم الأخطاء اللي هي الأوهام. بيكون كان شايف ان طرق التفكير القديمة العقيمة القائمة على القياس الأرسطي، وقال ان في العديد من ايه من الأخطاء اللي موجودة فيها، وكان شايف انها أوهام، او هو اطلق عليها اسم أوهام او أوثان، وعشان كده حصر لنا الأوهام دي في الأوهام الأربعة علشان ان احنا نقدر ان احنا نستخدمها في ايه في حياتنا اليومية. اول حاجة اللي هي أوهام الجنس البشري اللي هي بتعد أخطاء ظاهرة بشرية، وده عام مشترك بين البشر كلهم، هي حاجة كده خاصة بالإنسان. العقل ما بيقبلش إلا ما يتوافق مع غروره دايما،
ما بيلتفتش الا للتجارب اللي هي ما بترضيش غير هواه، من امثله مثلا التسرع في الحكم او التوصل الى الاحكام العامه دون اساس متين. احنا دايما بنبني ارائنا لمجرد ان الراي ده مشهور او الراي ده منتشر بين الناس. تاني وهم هو اوهام الكهف، ودي بقى بتنشأ في التكوين الخاص بي من الناحية البدنية والذهنية لكل فرد. هي كمان بتنشأ من خلال أساليب التربية، وبتمثل نقط ضعف البشرية في كل شخص على حدة. يعني كل شخص مننا بيبقى له نوع من أنواع زي ما بيقول كده، نقط ضعفه اللي محصورة بيه. بيكون بيقرر إن هو اللي بيحيد كل فرد دوت من ظروف وملابسات الحياة ومقومات شخصية خاصة بيه وطبيعة المهنة والمهنة الاجتماعية. كل ده بيحصر عقلية الفرد في جزئية معينة، في إطار معين من التفكير، بيفرض عليه حياة معينة، فبالتالي بيخليه عايش جوه وادي منعزل عن بقية الناس. عندنا كمان أوهام السوق، وأوهام السوق دي اللي هي الأخطاء اللي بيقع فيها المرء نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة، أو نتيجة مثلا التباس اللغة، أو نتيجة إن إحنا بنحولها في المقاهي وفي الأندية وكمان في الأسواق التجارية للغة مختلفة. زي مثلا انتوا كده كشباب لما بتروحوا تقعدوا مثلا في الكافيهات تبتدوا تتكلموا باللغه بتاعت اليومين دول، دي كده اسمها اوهام السوق، ودي بتسبب متاعب كتيره جدا. اوهام المسرح، والاوهام دي موجوده عندنا، او الاخطاء دي ما بتبقاش فطريه، دي بتنشا نتيجه التاثر بالنظريات الناس القديمه اللي قبلنا، الناس اللي احنا بنحطها في صوره ان احنا ما ينفعش ان احنا ننقضها، ان احنا ما ينفعش ان احنا نقلل منها، ان احنا على طول شايفينهم دول الناس الافضل مننا، واللي احنا وقتها بنقع تحت تأثير آرائهم، زي مثلا المشاهير، زي الناس اللي هي بتلفت أنظار الشباب اليومين دول وهكذا.